السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بوسو في فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة تكمل آخر الدرس من أساسيات دورة الباتش سكريبت. إن شاء الله نشرح النهاردة الوايل لوب. الوايل لوب هي شرط، طول ما هو بيتحقق، طول ما هو صح، الحلقة التكرارية بتقعد تلف حوالين نفسها كده أو بتنفذ أمر معين. الأمر ده ما بيخلص إلا لما الحلقة دي تبقى غير يعني مش صح أو مش متحققة. هنشوف دلوقتي مع بعض، هنفتح النوت باد بلس بلس معانا مع بعض كده، نمسح بتاع نمسح كده، لا هو كده بس برضه نمسح عشان ايه، ناخد كده مع بعض ايكو اوف. هنعمل متغير مثلا اسمه set، مثلا ان اختصار لنمبر بتساوي مثلا، بس نعملها كده الاول ايه سلاش ايه عشان يبقى رقم سلاش ايه. بعد كده نحط مثلا واحد، ننزل تحت. هنجي بقى الوايل لوب. الوايل لوب بتتعمل ازاي؟ لو حد عنده خبره في البرمجيه، خبره برمجيه، هيعرف الوايل لوب دي بتتعمل ازاي من خلال بقى لغات البرمجه التانية. الوايل لوب سهله بتتعمل، الوايل بعد كده الشرط وكده. لكن في الباش سكريبت مفيش حاجه اسمها وايل، لكن احنا هنعملها يدويا عن طريق ايه. هنعمل علامه كده، هنعمل مثلا ايه لوب، نسميها لوب. بعد كده اف، لو المتغير ان ده ايكو بيساوي واحد، خد بالك نفتح كده كده ايكو مثلا، او مثلا اقل، خليها بس نخليها اقل دلوقتي، ننزل كده شويه هيلب اف عشان نسيتها اف نوت يلس. ايوه not equal لو هو اقل less than less than or equal less او less يبقى less. لو هو less اقل من 10 echo ال n، اطبع ال n وزود على ال n، وزود على ال n واحد. ازاي بقى؟ هنقول set، نعمل update للقيمة بتاعتنا، هنقول set n set a n. لا عفوا بس يا جماعه، n بتساوي ال n القديمه n n بلس واحد زائد واحد كده. هو يعمل ايه؟ هنيجي كده تحت نعمل ايه go to loop كده. هو يعمل ايه؟ هيلاقي عملنا هنا اعلاننا على متغير برقم بان الفاليو بتاعتها واحد، هينزل كده تحت هيلاقي لوب، العلامه دي هيتجاهلها عادي يعني مفيش مشاكل. هيجي هنا هيلاقي الاف، لو الان اقل من 10 هيتبع الان، بعد كده هيزود على الان واحد، بعد كده يرجع تاني لللوب، هينزل تاني هتبقى الان باتنين، هيلاقيها لسه لغايه ما يقعد يزود لغايه 10. لو لقاها 10 هيخرج بره الحلقه التكراريه خالص، مش هيكمل. لان ايه؟ لان الاف جو تو لوب دي جوه الاف، فهيتجاهل كل ده وراح هيكمل على طول. طبعا ايه هنقول ايكو مثلا وي اوت اوف اوف لوب كنترول اس. هنيجي هنا نعمل سي ال اس زي ما نشوف يا جماعه، طبعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ما طبعش ال 10 وي اوت اوف لوب. ليه؟ لان الوايل لوب في الباس سكريبت دلوقتي هو زي ما انا قلت لكم برده بيطلع بره الوايل لوب لو الشرط ما اتحققش. هي دي الوايل لوب بكل بساطه. ممكن تستخدم برده العوامل المنطقيه في الاف زي ما انا قلت لك، تعمل هيلب اف، هتيجي هنا هتلاقي العوامل المنطقيه بتاعت الاف، الايكو، بعد كده اللين اللي النيك اللي هي نوت ايكوال لس ليك الجي تي ار جيك اللي جريتر ذان او ايكوال. طبعا هنا ايه اول واحده بتساوي، تاني واحده لو مش بتساوي، تالت واحده اقل من، رابع واحده اقل من او يساوي، اكبر من او اكبر من او يساوي، لو انت مش عارف تقرا الحاجات دي. باختصار هي دي الوايل لوب. وكده خلصنا الاساسيات دوره الباتش سكريبت. ان شاء الله هنبدا في مشاريع شويه كده للباتش سكريبت، شويه فيديوهات للمشاريع. بعض يعني هتقولي يعني ايه مشاريع؟ مشاريع يعني ايه؟ هنعمل برامج باذن الله، مش برامج تصميم، لا برامج عاديه كده، وهتاخد خبره برمجيه في الباتش سكريبت وخبره برمجيه عامه يعني.
نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.